واحدة من ضمن التحديات اللي أنا شايفها بتواجه سكوير 7 أونتاريو، لأنها بتعمل لأول مرة معرض عقاري مصري في التوقيت ده من الأحداث اللي بتحصل في العالم كلها. خليني أسأل، ليه التايمينج ده؟ أول أسبوع من جون 2022 بعد 2 years of كورونا ولوك داون، ليه اخترتوا التوقيت ده؟ بص، التوقيت دوت احنا بقالنا زي ما انت بتقول بقالنا سنتين لوك داون، فبقالنا سنتين ناس كتير قوي ما نزلتش مصر. It's a good timing ان انا جايبة الديفلوبر هنا الناس تتكلم معاها وتشوف البرودكت اللي عندها ايه، بحيث انه يبقى عندها الفرايتي لما تيجي تنزل by end of June. المدارس بتخلص end of June، وما ان الناس ما نزلتش بقالها سنتين، ف it's time. انا عارف 20 عيلة نازلين، اكيد انت عارف اكتر. كل عيلة، كل واحد فينا عارف minimum من 20 ل 30 family نازلين يقضوا الصيفية دي في مصر. فلما يقابلوا الديفلوبر هنا ويعرفوا البرودكت عامل ازاي ويبقى عندهم knowledge، I would never push الناس انها تشتري حالا. لا، خد وقتك، انزل اتفرج على البرودكت نفسه، خد معاد مع السيلز اللي هيبقى موجود، روح اتفرج على انزل السيتي لو هتشتري whatever من الساحل للأقصر وأسوان، انزل اتفرج وروح على الطبيعة وشوف إذا كانت الكوميونيتي ديت هتنفع ولا لأ. بتدور على هوليداي هوم ديستنيشن ليك إن أنت تنزلها في شهور الشتاء أو الصيف وتأجرها بقية السنة، عايز حاجة لعيالك علشان الجامعة. It's a different، كل واحد الـ needs بتاعته is different.